بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الدرس السابع من سلسلة الديناميك أكشن. هناخد دلوقتي إيفنت، مجموعة الإيفنت الخاصة بالماوس. أول واحد ماوس بوتون بريس، لما بتضغط بالماوس جوه الأيتم. تعالوا نخلي الرسالة واضحة ونخليها الأكشن بتاعنا بس هيبقى أليرت عشان نفهم الإيفنت، لأن إحنا مركزين على الإيفنت أكتر منه على الأكشن. ماشي؟ تمام. يبقى الايفنت بتاعنا لما اضغط بالماوس جوه الايتم السالري، تمام، وهيطلع لي اليرت. تعالوا نجرب. انا واقف مفيش حاجه، اول ما اضغط، خد بالك انا ضغطت ولسه ما شلتش ايدي، عشان في ايفنت تاني مسؤول عن ان لما ترفع ايدك بعد ما تضغط. تمام. يبقى ده ماوس بوتون بريس. تمام، يا دوبك انا ضغطت لسه ما شلتش ايدي اتنفذ الاكشن. طيب تاني ايفنت معانا ماوس بوتون ريليز، ده اول ما تضغط وبعدين تشيل ايدك. تعالوا نجرب. خد بالك انا ضغطت، لسه ضاغط، مفيش اي حاجه حصلت، اول ما اشيل ايدي يتنفذ الاكشن. تمام. تاني انا ضاغط ما شلتش ايدي من على الماوس، من على ضغطه الكليك شمال، شلت ايدي يتنفذ الاكشن. يبقى ده تاني ايفنت عندي اللي هو ماوس بوتون ريليز. طيب بعد كده ماوس انتر، ماوس انتر مسافة ما بتخش بالماوس جوه الايتم، بتخش مش تضغط. تمام. ثواني كده، انا ماشي بالماوس اهو لسه مفيش حاجه، اول ما دخلت مسافة ما عديت على الايتم. تمام. انا ما ضغطتش جوه الايتم خالص، انا عديت عليه بس. يبقى تالت ايفنت معانا اللي هو ماوس انتر، مسافة ما الانتر بيخش جوه الايتم. ماوس ليف ده عكسه، يعني مسافة ما الايتم بيطلع بره الايفنت، بره الايتم بتاعنا. تعالوا نجرب. يعني انا دلوقتي جوه الايتم مفيش اي مشكلة، حاول تطلع يتنفذ الاكشن. تاني انا جوه الايتم اهو، مسافة ما اطلع يتنفذ الاكشن. تمام. يبقى رابع ايفنت معانا ماوس ليف. طب ماوس موف، ماوس موف ده انك بتعدي على الايتم بس، يعني عدي عليه، عدي عليه، قاف عليه، مش لازم يعني عدي عليه كده. تمام. يعني عدي من عليه، ده معنى ماوس موف. تمام. يبقى دول الايفنت الخاصه بالماوس، ماوس بوتون بريس، مسافه ما اضغط جوه الماوس، جوه الايتم بالماوس. ماوس بوتون ريليز لما بشيل ايدي من على ضغط الماوس. ماوس انتر مسافه ما الماوس يعدي جوه الايتم، يعدي على الايتم فقط. ماوس ليف لما تطلع بره الايتم بالماوس. ماوس موف انك تعدي بس عليه، تعدي عليه. تمام. طبعا احنا استخدمنا هنا الاكشن بسيط اللي هو الاليرت عشان مركزين على الايفنت بتاعنا، مش مركزين على الاكشن. وان شاء الله نتقابل في دروس قادمه ان شاء الله.